السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان وخبر حصري وجديد لآخر أخبار المنحة التركية. تمام، حاليا المنحة التركية عم تبعت لدولة النجر. تمام، مثل ما أنا شايفين هلأ الصورة العرضة أمامي، هذا الطالب وصلته دعوة للمقابلة رح تكون بتاريخ 30/4، تمام، الساعة 9 صباحا بدولة النجر. تمام، عنوان الإيميل المنحة حرف na@turkiabursları.gov.tr/st. تمام، العنوان المقابل رح يكون بهذا العنوان. تمام، لكل الطلاب إن كان العرب أو إن كان أي جنسيات تانية، ترقبوا الإيميل ودائما تحققوا من الإيميل، لأنه النتائج يعني بلشت شوي شوي، كانوا بالدول الأفريقية. تمام، وهلا وصلوا بهي الدولة، ما بعرف، ما عندي فكرة عن هي الدولة إن كانت تابعة لدول أفريقية أو لا، ولكن تابعوا الإيميل أول بأول وتابعوا حسابكم بالمنحة وتفقدوا. تمام، وبتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، ولا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.